الحمد لله مكون الأكوان الموجود أزلا وأبدا بلا مكان، أما بعد، لا تقوم القيامة حتى تحصل أشراط الساعة الصغرى والكبرى، أما العلامات الصغرى فمن آخرها ظهور المهدي عليه السلام. سيدنا المهدي عليه السلام رجل طويل القامة آدم، أي أسمر، وجهه كالكوكب الدري في الحسن والوضاءة، أجلى الجبهة، أقنى الأنف، أكحل العينين واسعهما، دقيق الحاجبين طويلهما، مفروق الحاجبين غير مقرونهما، في خده الأيمن خال أسود، كث اللحية، براق الثنايا، يولد بالمدينة المنورة وينشأ بها، ثم يأتي إلى مكة المكرمة فيبايعه الأولياء، ثم يأتي إلى بر الشام. وظهور سيدنا المهدي عليه السلام ثابت في الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان في صحيحه، وأبو داود في سننه، والترمذي في جامعه، والحاكم في المستدرك، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يملك الناس رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، فيملأها أي الأرض قسطا وعدلا. فالمهدي عليه السلام اسمه محمد بن عبد الله، وهو حسني أو حسيني من ولد فاطمة رضي الله عنها. وقد ورد في الأثر أنه يسير معه في أول أمره ملك ينادي: يا أيها الناس، هذا خليفة الله المهدي فاتبعوه. وورد في الأثر أيضا أن المهدي عليه السلام أول ما يخرج من المدينة المنورة، ويخرج معه 1000 من الملائكة يساعدونه، ثم يذهب إلى مكة المكرمة، وهناك ينتظره 300 من الأولياء، هم أول من يبايعه، ثم يخرج جيش لغزوه، فيخسف الله بذلك الجيش الأرض فيما بين مكة والمدينة. بعد ذلك يأتي إلى بر الشام، وفي أيام المهدي تحصل مجاعة، والمؤمن في ذلك الوقت يشبع بالتسبيح والتقديس، أي بذكر الله وتعظيمه، يعني المؤمن الكامل، ويكون بين عيسى والمهدي 7 أو 9 سنوات، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.